روي الشيخ الصدوق بسند معتبر عن المفضل بن عمر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: يصف الإمام الحسن عليه السلام: كان الحسن بن علي أعبد الناس. تذكروا أن الذي يتحدث معصوم، لا تأخذه عاطفة ولا تقوده المحابات إلى أن يقول غير الحق. يقول عليه السلام: كان الحسن ابن علي أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم، وكان إذا حج حج ماشيا وربما مشى حافيا، وإذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث والنشور بكى، وإذا ذكر الممر على الصراط بكى، وإذا ذكر العرض على الله تعالى شهق شهقة يغشى عليه منها، وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربه عز وجل، وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم، والسليم هو الملدوغ من الحية، وهو عليه السلام يضطرب إذا وقف بين يدي ربه للصلاة اضطراب من لدغته حية. يقول الإمام الصادق عليه السلام، والحديث لا زال له: وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم، ولم ير في شيء من أحواله إلا ذاكرا لله سبحانه، وكان أصدق الناس لهجة وأفصحهم منطقا، إلى آخر كلام الإمام الصادق عليه السلام. ويقول ابن شهراشوب في المناقب: كان أبو محمد الحسن عليه السلام إذا توضأ، وهي حالة يومية تنتابه، يقول عنه من كان يشاهده ويخالطه: كان إذا توضأ ارتعدت مفاصله. هذا الرجل الشجاع المقدام المعروف برباطة الجأش وبالحزم والهيبة، وكما يصفه الواصفون كواصل بن عطاء، يقول: كانت عليه هيبة الملوك وسيماء الأنبياء. هذا الرجل الذي يتميز بسيماء الأنبياء وهيبة الملوك، إذا أفرغ الماء للوضوء على وجهه اصفر لونه وارتعدت مفاصله. فقيل له في ذلك فقال: حق على كل من وقف بين يدي رب العرش أن يصفر لونه وترتعد مفاصله. وكان إذا بلغ باب المسجد رفع رأسه قائلا: إلهي ضيفك ببابك، يا محسن قد أتاك المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. وذكر الزمخشري في كتابه الفائق، وكذلك ابن الأثير في النهاية، إن الحسن عليه السلام إذا فرغ من الفجر لم يتكلم حتى تطلع الشمس، وإن رام أحد استنطاقه أو إلجاءه على الكلام لم يفعل، فكان يشتغل بالذكر في موضعه حتى ترتفع الشمس، كما قال ابن كثير في البداية والنهاية. ويذكر المحدثون من الفريقين والمؤرخون لشخصيته المباركة أنه حج 25 سنة ماشيا من المدينة إلى مكة الشريفة، ثم من مكة إلى منى، ومنها إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومنها إلى منى، ثم إلى مكة ماشيا، وإن النجائب لتقاد بين يديه. فقد يمشي الفقير لأنه لا يملك مركبا،
أما الحسن عليه السلام فكان يمشي والنجائب يعني الجمال تقاد بين يديه، وكان يقول كما يروى عنه: إني أستحي من ربي عز وجل أن ألقاه ولم أمشي إلى بيته. ويقول الصادق عليه السلام: وربما مشى حافيا.